كتب وكلاوات وكلاوات، بس حكي حكي زايد ناقص الله شاهد. يعني بابل وصلت مرحلة من الفساد، الله شاهد الله شاهد. يعني ريحتها تسكم أنوف. يعني قام واحدنا إحنا البابلي قام يستحي ويستنكف، يقول أنا من بابل، قام يستحي ويستنكف. خوش اليوم أنا هاي رسالتي لمحافظ بابل، رسالة لمحافظ بابل بالذات، المحافظ بابل. اسمعني يا سيدي محافظ، اسمعني أخوي. أولا سبق وأن طلبت من ذوي الشهداء والجرحى وباقي الفئات اللي أسماءها دخلت بمحضر أن يكلفوني أني وأحكي باسمهم، وأني أطالب بحقوقهم وأعرف شلون أجيب حقوقهم، لأن البلدية وصلت حدها. واليوم قسم من ذوي الشهداء والجرحى وباقي الفئات خولوني، وباقي الأخوان جاري التخويل. يعني إن شاء الله التخويل قانون راح يصير. اليوم من أحكي باسم ذوي الشهداء أو ذوي الأوفون، كل من اسمه طلع بالقرعة سواء كان شهيد أو جريح أو ذوي احتياجات خاصة أو باقي فئات أخرى، اليوم أحاجيك إلك بالذات، أحاجيك إلك بالذات. وصلت للمرحلة يا محافظ بابل، وأتمنى الفيديو يوصل لك، عسى أن يوصل لك. وصلت للمرحلة يساومون نسوان الشهداء بالبلدية، وصلت المرحلة. يعني وصلنا مرحلة من عبرنا مرحلة عبرناها. يعني قبل من نشوف ذوي الشهداء تأخير المحضر، تأخير المحضر براس صباح فتلاوي، بلاءنا بلاءنا بالمحضر صباح فتلاوي. المحضر السابق اللي كان بفاولات واللي تم تعديله ورفع القطع الفاولات والقطع اللي دخلت بفساد ودخلت بمحسوبية ودخلت بفلوس، إن شاء الله ورا ما حكم نصر قعدت اللجنة شالته، رفعوا القطع ورفعوا القطع مع المسؤولين والمحضر صفة، ويقال أعد محضر آخر. بالنتيجة المحضر الأخير صار جاهز وما بفاولات، وتعهدوا اللجنة أنه هذا محضر، يعني محضر نقدر نقول بحظ، حقوقكم موجودة ومصانة بي. لولا مجيء صباح فتلاوي البلدية وسوانا فيلم هوليودي وآني 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 خالقة، مو هو مو مو الله خالق صباح، لا صباح خالق. خوش على موت عفية 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 عفية، وكم لايك بالبيج وكم لايك بالصفحة مالته يا بطل يا غيور. المحضر راح، بالتالي راح صباح، اجانا فلاح، فلاح افشل مدير بلدية طبلنا، افشل مدير بلدية، لان معهده دا تصير مساومات بعهده وبعلمه، متاكد انا بعلمه متاكد، لان مستحيل تجي مرة شهيد ويساوموها بشرفها يم الدرج. وين الحسابات من تطلع قبل؟ هنا صارت مساومة، هنا أنا ولكم هنا صارت مساومات، ولكم ما عندكم غيره، ولكم غيره ما عندكم. شوفوا اخوان صباح فتلاوي، قلت لكم سبب بلاء بابل صباح فتلاوي، ولا يشتكي عليك حدك. أنا أشكرك، أنا أكون سعيد جدا عندما يرتفع صوت العراقيين بالحق ويكون جريئا وأسدا في مطالبة حقه للوقوف بوجه كل الفاسدين، لأننا بهذا نؤسس لقاعدة جماهيرية في محاربة الفساد، لأنه الفساد يحتاج إلى عمل جمعي، بشرط أننا عندما نقول صباح وعندما نقول فلاح وعندما نقول حسن وعندما نقول حسين، يجب أن نعرف أنه باشر أمامنا قضاء نقف أمامه ونقدم ونفوت بعين كائن من يكون. لذلك السيد المحافظ والمواطن الذي من بابل الذي قال بعبارات خطيرة أنه الآن في بابل تساوم نساء الشهداء، وهذا الكلام أنا يمكن قلته قبل أكثر من 10 سنوات، وصارت اعتراضات على هذا الكلام، اعترض المعترضون، لكن بعد أن تنتهي الحلقة راح أبعث الفيديو لمحافظ بابل وأن يفتح تحقيق، والمواطن موجود وصباح موجود وفلاح موجود والبلدية موجودة. سنكون سعداء جدا ونفرح عندما نصل إلى الحقائق.
ولكم ذولا نسوان الشهداء، شنو اللي ما ظلت المساومات عليه؟ على مود قطعة أرض أنت تساوم الناس على شرفها؟ يا محافظ بابل بكل احترام أخاطبك أن هذه القضية يجب أن تكون تحت عنايتكم، وأيضا النزاهة يجب أن يفتح، لأنه هاي نسوان اللي انطونا ومنحونا الحياة، ذني أمانة صار بأعناقنا لأنه شرفنا.